الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي من جديد الأستاذ عبد الرحمن. كما تشوفوا جبت لكم اليوم شيء هام جدا خاصة بالنسبة للبكالوريا، وهي منهجية الإجابة على الأسئلة. كما اليوم إن شاء الله رانا رايحين نديروا الجزء الأول، معناتها الجزء الأول تاع اللي عليه 6 نقاط في التاريخ، يجيكم في التاريخ عليه 6 نقاط، وهذا خاص بالتاريخ برك ماشي بالتاريخ الجغرافي، بالتاريخ. نبداو. قد يكون السؤال كيقول لك، هو أغلب الأحيان يقول لك عرف يا شخصيات، يعطيني تاريخ، يعطيك مصطلح، يعطيك سند وتعرفوا له. المهم دوك نعرفوا لهنا طريقة إجابة، هما كاينين 5 حالات. نبدأ بالحالة الأولى، قد يكون السؤال عن الشخصيات. يتم تعريف الشخصية على الأساس ذكر جنسيتها ووظائفها، ثم تطرق إلى أهم أعمالها أو الأحداث التي ساهم فيها، وفي الأخير تبرز طبيعة وفاتها وإن أمكن متى، معناتها وقتاش ماتت هذيك الشخصية. المهم لا تطل الكلام، معناتها مطولش بزاف في الهدرة، لا اختصر له واعتمد على الحفظ المجرد، بل ما تتمش على الحفظ المجرد، تذكر فقط ما تعلق بدروسك، معناتها تفكر برك واش كاين في الدروس، تلخيص نبذة صغيرة يا ربي، سطر سطر ونص ماكسيموم. المهم نروحو دوكا للمصطلحات. اذا جاك السؤال على المصطلحات، عرف مصطلح ما. يتم شرح المصطلح باختصار شديد، قد لا يتعدى سطرين، او قال لك قد لا يتعدى سطرين، بحيث تركز على المعنى الاصطلاحي التاريخي وليس اللغوي. واذا اعطيت لك المصطلحات في سياق سند او وثيقه، فربط شرحك بفقراتها وبصاحبها، معناتها كيعطيك مصطلح زعما مثلا، يعطيك مصطلح يقول لك عرفوا، عطاه لك في سند، عطاه لك معناتها في نص صغير ولا فقره ولا، اربطوا بالفقره هذيك بالمعنى تاع الفقره، واربطوا تنت بالانسان اللي قال زعما هذاك هذيك المقوله ولا، اربطوا بهذوك الزوج. قد يكون السؤال عن التواريخ، يتم ذكر ما واش تقول له، يتم ذكر ما حدث في التاريخ المعطى بشكل موجز جدا، لا يتعدى سطر، ما تفوتش سطر، والعكس في حاله ما اعطي لك الحدث، فتذكر تاريخها باليوم والشهر والسنة، وإن عجز فاذكر السنة وحدها، فلعلك تنال النصف العلامة. هذو معنى كل هذو من الأسئلة كي تلقى زعما مثلا يعطيك شخصية ولا زوج ولا ثلاثة، على كل واحدة تلقى نقطة واحدة. نروح الآن، قد يكون السؤال تحديدا على الخريطة. إذا قالك حدد لي كاش موقع على الخريطة، هنا على التلميذ توقيع على الخريطة المرفقة إجابة المطلوب بدقة واستخدام الرموز والألوان، مفتاح تاع الخريطة وجعلها مفتاحا للخريطة، وينبغي أن تسمي عناصر المفتاح بدقة، ثم في نهاية الخريطة تضع لها العنوان المناسب. نروح الآن، إذا جاك سؤال مرتبطا بالسندات، مثلا يسأل التلميذ انطلاقا من السند فقط، إذا عليه أن يستخرج الإجابة من السند فقط، أو يطلب من التلميذ التعليق على قول أو عبارة، إذا في الإجابة تكون بمناقشة تلك العبارة في صحتها أو خطأها، أو استنتاج ملاحظات موجزة، والتبرير يكون في مكتسباتك القبلية. وهكذا يكون قد انتهينا هذا الفيديو، لا تنسوا ضغط زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكل جديد. انتظرونا في الجزء الثاني اللي يكون إن شاء الله الجزء الثاني تاع التاريخ، اللي هو يكون اغلب الاحيان مقاله او ذي، المهم وضعية ادماجيه، نشوف طريقه الاجابه عليها المنهجيه تاعها. ومع السلامه، ونلتقي في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه والى اللقاء.